أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم رمضان 2024، أعمال متنوعة بين الدرامية والكوميدية غاب عنها أشهر الفنانين. إيه ده أوعى كل في بالك؟ أيوة اللي في بالك، كل سنة طيب، رمضان بكرة. بكرة؟ أيوة. دانييلا رحمة، لأول مرة منذ 6 سنوات تغيب دانييلا عن موسم رمضان 2024 بعد إلغاء عمل يجمعها مع قصي خولي لأسباب غير معروفة. أنا مش ريم، أنا وجدان. وجدان وحدة حربو أو زكي، مش حمارة مثل ريم. وكذلك يغيب قصي للعام الثاني على التوالي بعد غيابه العام الماضي أيضا. كريس بشار، بعد نجاحها العام الماضي في مسلسل النار بالنار، خرجت كاريس بشار من السباق الدرامي الرمضاني بعد تأجيل عرض مسلسلها المعبر الذي يجمعها مع ماكسيم خليل لأسباب تقنية. إن لك عفوا ولا تأخذنا كلك على بعضك، ما كنا شايفينا. سيرين عبد النور، بعد غياب سنوات عن السباق الدرامي الرمضاني ينتظر محبو سيرين عبد النور مسلسلا يجمعها مع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، ولم يعرف بعد ما إذا كان سيعرض في رمضان أم خارجه. محمد رمضان، بعد أن حقق نجاحا كبيرا بمسلسل جعفر العمدة، كشف مؤخرا أنه لن يشارك في موسم رمضان المقبل لأنه لم يجد عملا في نفس قوة مسلسله السابق. أحمد عز، يستمر عز في غيابه عن موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بسبب انشغاله بأعماله السينمائية. أبشر. يسرى، اعتادت يسرى المشاركة في موسم رمضان كل عام، إلا أنها قررت أخذ استراحة هذا الموسم بعد مشاركتها العام الماضي في مسلسل ألف الحمد لله على السلامة. بقى تقرب لحد من ولادي عشان أفتح نافوخة. ياسمين عبد العزيز، بعد مشاركتها العام الماضي مع أحمد العوضي في مسلسل ضرب نار الذي حقق جماهيرية كبيرة، قررت ياسمين عدم المشاركة لأنها لم تجد سيناريو مناسباً يحمسها على الأمر. منى زكي، بعد نجاحها في موسم رمضان 2023 بتحت الوصاية الذي حصدت عنه الكثير من الجوائز، قررت منى الغياب عن موسم رمضان 2024. أمينة خليل، بعد نجاحها بمسلسل الهرشة السبعة في موسم رمضان السابق 2023، قررت أمينة عدم المشاركة في أي مسلسل هذا الموسم. مخك هيصدم من القعدة. اشتغلي يا نادين. اشتغلي اشتغلي. منى شلبي، لم تجد منى سيناريو مناسب بعد أن شاركت العام الماضي بمسلسل تغيير جو الذي حظي بالكثير من الانتقادات السلبية. انت مصرية؟ انت بتتكلم مصري مش لبناني؟ الأندل بيبان